عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ أي مصطفى تفضل. إزاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله تفضل. والله إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك في عمرك يا رب. بالنسبة يا مولانا أنا عايز سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضل. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. وياك. بالنسبة لملك من السماء في قصة تذاع يعني إن في ملك اللي هو سيدنا إسرافيل ان هو نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حضور سيدنا جبريل. فالحديث ده صحيح حضرتك؟ ما اعرفش ايه يعني ايه يعني مش فاهم ايه كان إسرافيل ولا حضرتك اللي يقال ان إسرافيل نزل من السماء واول مره ينزل على الارض فلقى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ان هو بس ايه يبقى مثلا نبي من الملائكة أو رسول من الملائكة أو يعني في كده حديث منشور على التواصل الاجتماعي فالحديث أنا بس عايز أستعلم عنه إن هو صحيح لا ما أنا ما أعرفش إيه الحديث اللي منشور على وسائل التواصل يعني الثابت أن الله خير النبي عليه السلام ملك جاء خيره النبي عليه السلام جبريل الذي خيره بين أن يكون نبيا رسول عبد الرسول وبين أن يكون نبيا ملكا فقال جبريل تواضع لربك تواضع لربك فاختار أن يكون عبدا رسولا تمام ده ثابت لكن الذي تذكره إسرافيل ونحو ذلك معلم هو الحديث اللي يقال إن إسرافيل هو الذي نزل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انما هو الاصل ان سيدنا جبريل هو اللي نزل والله اللي انا عندي قلت لك